عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الثلاثاء بالرباط اجتماعا مع ممثلي الائتلاف المغربي لهيئة حقوق الإنسان للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ومثل الائتلاف خلال هذا اللقاء كل من منسقه عبد الله بن عبد السلام والمنتدبين من الائتلاف عبد الرحمن بن عمر، محمد العوني، الصمد الإدريسي، فؤاد مسرة، ومحمد الخمليشي، وعبد الله بلاغ. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 2 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم في النموذج التنموي.